الداخل إذا دخل إلى كريم يمر على ما ينيف على 70 بيت شرعوا في ياسين الله، والبقية في أوساطها ومنهم من ختمها. كريم منطقة يعني بلد روحاني وبلد صحابة. فماذا عمل لما رأى كثرة القتال وكثرة الصدام؟ أخذ السيف وكسره. يبدأ يسمع صوت جميل وكلمات طيبة، يخرج من الدرس وهو منشرح الحمد لله، ما يحس أنه عليه عبء ولا ثقل. الحمد لله. برنامج رحلتي يأتيكم بإذن الله يوم الخميس عند الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.